قالوا ان الكتب هذه جايه عن طريق جايه من مصر. اتفقنا معاهم ودرنا خطه كيف باش نقبضوا على 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 صاحب الكتب هذه. فاتصلنا به وقلنا له درنا خطه ان هي باش ان المخزن تعبى ميه باش هو يجي يرفع الكتب نتاعها. وفعلا ثاني يوم قمنا بمراقبه المخزن، بعت سواق وحملت هذه الكتب وطلعت واتجهت مشت للمكتبة. في نص الطريق تمنى القبض على صاحب السيارة وطلع لنا ما عندهاش خلفية على شن فيها الكتب مرة واحدة، مجرد أنها كارينة. من ضمن الأفكار التي يحمل هذا الكتاب أنه يسفه ويذم أهل السنة جميعا، الذي المذهب الذي هو مذهب أهل هذه البلاد. أيضا يذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصفحة 109 من هذا الكتاب، بل يسفه أصول الأصول مذهب أهل السنة والجماعة بتسفيه الصحابة ورميهم بالردة وبالكفر وبغير ذلك. أيضا يقول في صفحات معينة أنه يذم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشنع عليه ويتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بأنهم سلاطين جور وظلم وأعوانهم كذلك. فالشيعة يريدون بث روح الفتنة بين أبنائنا لنصبح فرقا وأحزابا كالعراق، ونحن نسعى الآن إلى زيادة التلاحم بين الشعب الليبي. كفانا سفك للدماء، كفانا صراعات، كفانا اعتقالات، كفانا تمزق، كفانا بعدا عن تعاليم الإسلام. الشيعة من عقيدتهم سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سب أبا بكر وعمر وهم أفضل الصحابة، سب عائشة رضي الله عنها واتهموها بالفاحشة وقد برأها الله عز وجل فوق 7 سماوات.